فجماعة الإخوان المسلمين في الكويت وفي غيرها عندهم يوم السعد يوم وسيم يوسف ما يدخل الكويت. يعني لأن الحلقات اللي طافت اللي سويناها وتذكرها قبل سنتين أزعجتهم، والدليل على إزعاجهم حصل قيد أمني حتى في الدخول الأول في أزعجتهم بأفكارك ونقاشاتك، حتى طلبوا الكثير منهم يحاورونك، وتذكر أنت قلت طلبت شخصيات معينة ورفضوا ورفض رفضوا 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 ايه. وانا المشاهدين يعني انا اذكر في الحلقه الاولى قلت انا مستعد بمناظره على الهواء مع رؤوس الاخوان المسلمين في الكويت، وكان نيه ثاني يوم بعد حلقه وكلهم رفضوا وصاروا فتحوا علي بلاغات في الشرطه. زين قابلوا وجه بوجه حجه بحجه، ما هذا دين الله عز وجل، وما ارسلناك الا كافه للناس، مو للناس كافه، مو حكر على جماعه الاخوان. انت لما تتكلم عن دين تتكلم عن دين امه كامله، فبما انك تتكلم اذا انت مش ديني فلا بد اما نعرض قولك هذا على الكتاب على السنه. افعالكم الاخوان المسلمون افعالهم، انا اليوم ما اريد اتكلم بنصوص قران والسنه لان تكلمت كثيرا رد على الاخوان، لكن اليوم انا اتمنى يسمعوني بحقائق مخزيه لهذا الحزب.